هم سلموا انفسهم، خرج احمد عوض مبارك، واول شيء لا رفضوا يخرجوا، تمام؟ رفضوا، خرجوا ورجعوا سلموا انفسهم، اخذوهم، اخذوا قادوا سيارة وساقوا السيارة حقهم واخذوهم. طبعا لما حاصروا احمد عوض مبارك غلقوا مرضوا يفتحوا السيارة، السيارة طبعا ضد الرصاص حقهم، بيضاء ومصفحة ضد الرصاص، بيضاء من هذه اللي يسموها مدرعة. رفضوا لكنهم ضغطوهم، ضغطوهم بالكاسحة حق الألغام ده، لما فتحوا الباب ومسكوهم، ربطوهم، مسكوهم وجابوهم لا حدة. طبعا أنا كنت وقتها موجود في حدة، أسمع في وصلت قوات وكذا، أقول إيش الموضوع كذا، كنت أنا موجود، خرجت، كنت أنا في مكتب علي محسن الأحمر، خرجت أشوف إيش الموضوع، أشوف اللي يدخلوا ناس مربطين، سألت إيش هذا، قالوا هذو خبرة أحمد عبد المبارك قد وصلوهم. يعني انا استغربت انه هل نفذوا العمليه حقيقه اللي كانوا يتحدثوا عنها المساء، الا ان الموضوع جد، يعني جد جد، يعني اخذوه دخلوهم مربطين، منهم 7 أو 8 اعتقد 8 اشخاص دخلوهم هم مربطين بخلفهم، مربط عيونهم، دخلوهم من البوابه حق علي محسن من عند جامع الصحابه، دخلوهم ونزلوهم للفله حق علي محسن، سجنوهم تحت منهم 7 8، والسياره دخلوها لفوا بها من المكان الثاني. احمد عوض بن مبارك لفوا بهم من البوابه الخلفيه، دخلوه ووضعوه في، وحتى لو شاهد هذا الفيديو بيتذكر، وضع احمد عوض بن مبارك داخل غرفه النوم حق علي محسن الاحمر، حطوه وكان موجود واعطوه غرفه النوم حق علي محسن الاحمر. والله انا دخلت ازوره، طبعا انا طلبت ودخلت ازوره، انه كنت انا موجود وهو موجود في المكان الذي نحن فيه في المربع، فدخلت ازور احمد عوض بن مبارك، اشوفه وهو نايم هكذا في سرير ابيض ممدد ومتغطي، وشفته نايم خلاص تركته، ما عاد رضيت اصحي. انا اصلا كنت بدخل لعنده بس فقط اطمن عليه، لانه انا بصراحه كنت منزعج من هذا التصرف، وكنت اعرف ان هذا الموضوع سيقود البلد الى وضع كارثي يعني. فشفت احمد عوض بن مبارك نايم، خلاص خرجت يعني، ما سالت الشباب اللي كانوا امام البوابه، هم 3 أو 4 شباب حراسه من صعده، قلت لهم كيف الامور، تمام، ناقصوا شيء، يحتاج شيء كذا، قلت لهم لا تقصروا معه كذا، قالوا لي ما تقلق والله والامور طيبه، واحنا مؤمنين واحنا مجاهدين وما نقصر معهم والامور، خلاص طمنت عليه انا خرجت. فحتى انه ما كان في حراسه مشدده على احمد عوض بن مبارك، وانه كان الموضوع كله نقدر نخرجه يعني، والله العظيم، بس اللي انا ما كان لي ارتباطات، ولا انا كنت شخص يعني ما مجرد من كل شيء، ولا حتى كنا نقدر يعني نخرج احمد عوض بن مبارك باي وسيله نخرجه من عندهم. هو رجع خرج فيما بعد يعني، هو خرج الان هو وزير الخارجيه. لكن ما أود الحديث هنا عنه أنه كان في عدة خطوات لإسقاط الدولة بعد أخذ أحمد عوض بن مبارك. طبعا زعج الرئيس هادي من هذا التصرف واعتبره وكذا، راحوا الحوثيين يضغطوا على الرئيس هادي وقتها. طبعا كان طلب الحوثيين أنهم يريدوا إيش، كانوا يريدوا نائب، الحوثيين هذا كان مطلبهم، أنه يريدوا الرئيس هادي كان يعين لهم نائب. طبعا هو لو كان وقع بخطأ وعين لهم نائب كانوا بيضفعوا البلاد قانونيا مدى الحياة، لانه كانوا مثل ما يعملوا الان، يحطوا نائب الوزير حوثي والوزير ديكور كومبارس حاطينه، هم كانوا هكذا يريدوا الرئيس هادي يعين نائب، يكون النائب هذا هو المسيطر ويعمل قرارات ويعبث بالبلد قانونيا. كانوا الرئيس هادي كان ذكي وقتها، ضغطوا عليه الحوثيين بقوه لكنه رفض، رفض رفض وما رضي ابدا على الاطلاق انه يعين لهم نائب، لانهم كانوا يريدوا نائب، هذا كان طلبهم. فبعد الرئيس هادي قدم استقالته، صدمهم بهذا القرار وهو قرار تقديم الاستقالة، قدم استقالته الرئيس هادي، راحوا الحوثيين أخذوا حطوه في الإقامة الجبرية وحاصروا منزله. وقد كان التوجيه العشي، جاء لنا توجيه احنا في بيت علي محسن الأحمر، قالوا الصباح يتم اقتحام الرئاسة، دار الرئاسة، على أساس يقتحموا الرئاسة. أنا أول ما سمعت الخبر هذا انصدمت، اتفاجأت إنه كيف اقتحام دار الرئاسة، رئيس الجمهورية، أنا انتخبته في 21 فبراير في عام 2012، يعني أنا انتخبت الرئيس هادي، كيف الموضوع؟ إيش القصة؟ إيش السالفة؟ هذا بيقود البلد إلى وضع كارثي، يعني هل إحنا مدركين الخطوة هذه اللي نسويها الآن؟ إلا أشوف إنه قد في خلاص قرار، وقد الجماعة يشحنوا البنادق وينظفوها ويمسحوها، كانوا طبعًا موجودين في الديوان حق علي محسن الأحمر، معه ديوان طويل تقريبًا 500 متر الديوان هذا، في منزله في حده، كانوا قد حشدوا من صعدة خبرة أبو مرتضى المنبهي، هذول يعملوا العملية العسكرية الصباح، موجودين ملان الديوان، يشحنوا البنادق ويمسحوا البنادق والكذا والذا. تمام، وانا اشوف قلت والله انها قارحه يعني، الصبح اشوف طلعوا من عندنا، طلع الفرد وطلع طقم وسياره، يطلعوا للتبه المقابله في تبه مقابله للنهدين، يفحصوا التبه ويروحوا يطقسوا ويروحوا يعملوا يعني يجهزوا للعمليه العسكريه اللي الصباح بتنطلق لاقتحام دار الرئاسه في صنعاء.
قلت أنا والله مصيبة يعني الموضوع، وبعدين صدمت أنا، قلت والله، قلت يعني هذا يعني قرار كارثي، كيف اقتحام الرئاسة؟ نقول خصومكم علي محسن الأحمر فلان سعطان علان خصومكم انتهى موضوعهم. طيب الرئيس هادي معقول؟ يعني أنا انصدمت من هذا الموضوع، ولا قلت الرئيس هادي يعني تحت الإقامة الجبرية، والجماعة تحركوا تحرك عسكري وقتها، راحوا أخذوا الصباح انطلقت العملية العسكرية، بدأت بعد الفجر، طبعا الجماعة كانوا متجهزين ومحتشدين، بدأت العملية العسكرية الصبح، انطلقت القوات من 3 اتجاهات أو 3 محاور، والذي هي البوابة الرئيسية الغربية، والذي هي عند الجسر وعند السد عند الذي باتجاه جامعة الصالح، العملية الثانية كانت باتجاه شميلة الجولة جولة القادسية، العملية الثالثة كانت من البوابة الرئاسية الخلفية، البوابة الرئاسية الخلفية الذي هي يعني الجبل الشرقي والجبل الغربي، إذا سيطروا على الجبل الشرقي والجبل الغربي سقطت الرئاسة. فحصلت المواجهة العسكرية كلها في هذا الجبل. الذي قام بهذه العملية العسكرية أبو مرتضى المنبهي، واحد من صعدة كان عنده حشود، زيد شرف الدين، وأبو يحيى المروني، وأبو آلاء، يعني هم 3 شخصيات، أبو يحيى المروني، أبو مرتضى المنبهي، وخبرة أبو آلاء، هؤلاء 3 شخصيات العسكرية الذي أسقطوا دار الرئاسة. لا كان موجود اللي هم موجودين الآن في صنعاء، ولا القوات، ولا حد، هذول هم موجودين. فحصلت مناوشات عسكرية أمام الجبل الشرقي، أنا أشوف يعني قاوموا، طبعا كان في جنود في الجبل الغربي قاوموا وقاتلوا، وقتل منهم جندي واحد، وكمان حتى احنا من خبرتنا يعني قتلوا كثير، يعني قتل عارف خميس، وقتل وتعور أسامة زيد، وأشخاص كثير يعني حصل لهم في هذه المواجهة. فحصلت المواجهات استمرت من الصباح، من بعد الفجر استمرت، طب استمرت من الصباح للساعة 3 العصر سلمت الرئاسة. المواجهة التي حصلت كان في دبابة في شارع 50، كانت الدبابة هذه تقصف النهدين، والله كنا نمشي من جنبها نسمع الدبابة وهي تقصف يعني دوف لا النهدين دوف، وخبرة هادي من الجبل الغربي يقصفوا البيت حق حميد الأحمر، لأنه قد كان العودين مسيطرين على منزل حميد الأحمر، كانوا يقصفوا بيت حميد الأحمر. القصف طبعا ما كان شديد، بس كان في قصف والله، وحصلت مناوشات عند مطعم ريماس، فندق مطعم نجوم الشام، والله إننا كنت وقتها، سلم الله علينا يا جماعة الخير، والله العظيم سلم الله علينا. يعني حصلت مواجهات عسكرية، وحصل وقتل عارف خميس، عارف خميس هذا من خبرة زيد، من خبرة زيد واحد اسمه عارف خميس قتل، قالوا استشهد، جالنا خبره الساعة 5 المغرب، قالوا استشهد الصباح، بداية الأحداث العسكرية التي حدثت. إلا أنه حصلت المواجهات هذه، سيطرت طوقوا المكان بالكامل، خبرة أبو مرتضى منبيهم كانوا الأشد قتالا، لأنه هذوهم من صعدة ومن خبرة أبو مرتضى، أبو مرتضى هذا قائد عسكري عقائدي. فطلعنا للجبل، خلص سلمت الرئاسة الساعة 3 العصر، طلعت أنا وأبو يحيى المروني، أنا وأبو يحيى المروني طلعنا، وسجاد المطهر،